حاطيني بالدار والله ما عرفتك. أنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء لقناة شوف دافي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. كنعتذروا على تأخير في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من الملعب البلدي بمدينة العرائش في القسم الوطني الهواة شباب العرائش في مواجهة نادي رياضي ديال الأزرو. إذن لحد الآن التعادل السلبي صفر لمثله في هذه الجولة بعد انطلاق المقابلة. كان شباب العرائش في اللون الأزرق والأبيض النادي رياضي الأزرو اللون الأخضر. كنتمنى جميع المشاهدين أن يبارطاجيو هذا البث المباشر الحصري بس لأن التعادل السلبي لحد الآن في هذه المقابلة اللي كيجمع الطرفين شباب العرائش في المرتبة الثانية والنادي الرياضي الأزرو في المراتب المتأخرة. التعادل الإيجابي السلبي عفوا صفر لمثله في هذه المقابلة. ضربة خطأ لفائدة النادي أزرو حارس مرمى كيرنفد هذه ضربة الخطأ تمشي طويلة إلى مربع العمليات. دخل دفاع شباب العرائش خطا في دفاع شباب العرائش هجمه مضاده جديده قويه ولكن مشات محاذيه للمرمى. رميه تماس لفريق شباب العرائش. إذن رمية تماس الآن لفائدة فريق أزرو. دخل دفاع شباب العرائش. إذن نتيجة لا زالت التعادل السلبي في هذه المقابلة. الآن ضغط مستمر لفائدة فريق أزرو. دخل دفاع شباب العرائش يحاول أنه يخرج الكرة تمشي تماس. إذن كنتمنى من جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر باش يتفرجوا
هنا ضربة خطأ الآن دخل دفاع فريق الشباب العرائش يحاول أن يخرج الكرة. لا زال التعادل السلبي في هذا الشوط الأول من المقابلة. شباب العرائش الآن عنده الكرة، يحاول أنه يضغط بكل القوة ديالو باش يرجع للصدارة ديال هذه المجموعة بعد ما كان كيتصدر المجموعة. بين هجمة الآن مضادة لفائدة شباب العرائش. تدخل فريق أزرو، هجمة مضادة الآن، دخل الدفاع. إذن كما كتشوفوا متابعين في قناة الشوف تي في، كنشوفوا أن السكواد ديال الكرة فريق أزرو هذه المقابلة. الكرة في وسط الميدان، كرة عند فريق أزرو. ضربة خطأ كاعلن عليها الحكم. المقابلة لنا ضربة خطأ الآن من منتصف الملعب. هجمة مضادة الآن لفائدة فريق شباب العرائش داخل الدفاع ديال نادي أزرو. الكرة لا زالت في وسط الميدان. الكرة عند فريق شباب العرائش يحاول انه يبني الهجمة. الكرة عند الحارس المرمى رقم 6 رقم 21 دوره كرجع لنفس اللاعب رقم 6. فريق شباب العرائش يحاول انهم يجروا ويخرجوا اللاعبين ديال فريق أزرو من الملعب ديالهم. إذن النتيجة لا زالت لحد الآن 0 لمثلها. لأن هجمة مضادة الآن لفريق فريق شباب العرائش. تدخل قوية ولكن تدخل دفاع أزرو. لم يتماس لفائدة أزرو. كانت تسديدة قوية لولا تدخل دفاع نادي فريق فريق شباب العرائش اللي كيحاول انه يضغط بكل القوه ديالو ويحاول يسجل هدف جديده الان. تمريرات ولكن تدخل الدفاع نادي أزرق.
لأن رمية التماس لفائدة فريق أزرو الآن يحاول أنه يضغط ويسجل. إذن رمية التماس لفائدة شباب العرائش الآن. شباب العرائش يحاول أنه يبني الهجمة الآن. يحاول أنه يضغط في هذه المقابلة من أجل الانتصار. تدخل الدفاع. لنا لا زال التعادل سيد هذه المقابلة. الحكم يعلن عن ضربة خطأ لفائدة فريق شباب العرائش منتصف الميدان. كما قلنا متبين الأوفياء، فشباب العرائش يحتل المرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بعد ما كان شباب العرائش هو المتصدر. ما استغلش الفرصة للأسف الشديد. هنا ضربة خطأ بالكرة خطيرة الآن. تدخل الدفاع. رمية التماس لفائدة الشباب. لأن كما كتشاهدوا متابعين الأوفياء أن شباب العرائش يحاول أنه يضغط بقوة من أجل تسجيل الأهداف أو هدف الأول في هذه المقابلة. لفائدة فريق شباب العرائش الكرة حاليا عند حارس المرمى. هجمة مضادة الآن، ولكن تدخل دفاع شباب العرائش. إذن
لاعبين كما كيشوفوا الاخوان في لاعبين في الملعب البلدي بمدينه العرائش. والنتيجه لحد الان لا زالت التعادل السلبي في هذه المقابله. فريق الزرولي هو ضغط بقوه من اجل تسجيل الاهداف الاولى. تدخل الدفاع ديال فريق شباب العرائش قد الموقف في الاونه الاخيره. هجمه مضاده فائده شباب العرائش الان. هجمه هنا وهناك الان الشباب العرائش يحاول انه يسجل تمريره ولكن طويله جات ضربه مرمى لفائده فريق ازرق. هنا رميه مرمى ضربه مرمى لفائده نادي ازرو. النتيجه الان التعادل السلبي. هجمه مضاده الان لفائده نادي ازرو. سديده قويه تدخل الحارس. هنا سديده قويه تدخل الحارس. لولا يقظه الحارس لكان الهدف الاول في هذه المقابله. وكما شاهدتوا فهي اخطر محاوله في هذا اللقاء. الآن الكرة في وسط الميدان. تدخل دفاع فريق شباب العرائش حيث أنه يخرج الكرة بدور نادي أزرق. يحاول يهاجم ويحاول يسجل أهداف. تسديدات قوية من خارج مربع العمليات وتدخل الدفاع لدوره. إذا ركنية أول ركنية في هذا اللقاء في هذه المقابلة ما بين فريق شباب العرائش ونادي أزرق بالملعب البلدي بمدينة العرائش. إذا كما قلنا التعادل السلبي لا زال يخيم على المقابلة. إذا ركنية الآن تدخل الدفاع شباب العرائش. إذا الحكم كيعلن على ضربة خطأ نادي أزرق. إذا كنتمناو من جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في سبور انهم يبارطاجيو هذا البث المباشر ويتفاعلوا معنا من اجل الاستمراريه في هذه المقابله. لان ضربه خطا بالقرب من مربع العمليات اللي كتشكل خطر على فريق شباب العرائش لصاحب الارضيه. تدخل الدفاع شباب العرائش من هذه الكره. مازال الضغط جاري من فريق نادي ازرو. تدخل الحارس المرمى. هجمه مضاده الان لفائده شباب العرائش. تمريره طويله. تدخل دفاع نادي ازرو. حاليا فريق ازرو مسيطر على المقابله. لعب في هذا الشوط الاول. لأن هجمة مضادة الآن لفائدة فريق أزرو. تدخل دفاع شباب العرائش. هنا ضربة خطأ الآن بمنتصف الميدان.
دقيقة تشير إلى تمام 35 من الشوط الأول، والنتيجة لازال التعادل السلبي 0 لمثله. تنفيذ ضربة خطأ، تدخل الدفاع، كانت تقدر تكون الهدف. لأن كما شفتوا متابعين الأوفياء فأزرو مسيطر على المقابلة وكيحاول أنه يضغط على فريق شباب أو مرمى فريق شباب العرائش، من أجل تسجيل الهدف الأول. لأن هجمة مضادة الآن لفائدة فريق شباب العرائش، ولكن ضربة خطأ كيعلن ليها حكم المقابلة لفائدة الشباب. إذن ضربة خطأ لفائدة فريق شباب العرائش بالقرب من مربع العمليات. تدخل بكل سهولة حارس مرمى فريق أزرق. الآن هجمة مضادة الآن لفائدة فريق أزرق، سيدا فريق أزرق يضيع هدف، هدف الوحيد ضاع. كانت هجمة خطيرة ولكن نادي أزرق يضيع هدف هذا المقابلة، هدف محقق. كان فريق أزرو كان إمكانه أن يسجل هذه المقابلة، يسجل هدف في هذه المقابلة هذه، ولكن الحظ ما كانش لصالحه. إذا هجمة مضادة الآن لفائدة فريق شباب العرائش في هذه المقابلة. إذن ضربة خطأ كما شفتوا متابعين الأوفياء في هذا البث المباشر، محاولة خطيرة لفائدة فريق أزرو، ولكن إذا هجمة مضادة الآن تدخل دفاع فريق أزرو لحد الآن اللي مسيطر على المقابلة. هنا رمية تماس لفائدة فريق شباب العرائش، والحكم كيعلن على ضربة خطأ. لأن حارس مرمى ديال فريق أزرق نفذ هذه ضربة الخطأ، تدخل دفاع فريق شباب العرائش، الكرة عند حارس المرمى. لأن رمية تماس لفائدة الشباب العرائش يحاول أنه يسجل هدف الفوز في هذه المقابلة. إذن ركنية لفائدة الشباب العرائش. إذن ركنية الآن لفائدة الشباب العرائش، ركنية خطيرة الآن، ركنية تدخل حارس مرمى، دورك يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب.
لأن لا زال التعادل السلبي في هذه المقابلة بين شباب العرائش والنادي الرياضي لأصل. لأن شباب العرائش يحاول يضغط أنه في هذه المقابلة ضربات خطأ لفائدة فريق أزرق. لأن بالنسبة للإخوة اللي كيسولوا على النتيجة، النتيجة لا زال التعادل السلبي في هذه المقابلة. فريق نادي أزرو كان أقرب إلى تسجيل الهدف. لدينا خمس دقائق على نهاية هذه المقابلة، أو عفوا على نهاية هذا الشوط الأول من المقابلة التي تجمع بين فريق شباب العرائش ونادي أزرو. كما كتشاهدوا ان فريق أزرو مسيطر على المقابله وكيحاول انه يضغط بكل القوه ديالو من اجل تسجيل الهدف. كان رميه التماس لفائده أزرو الان بالقرب من مربع العمليات. بدات رميه التماس كتبقى خطيره الان بالقرب من مربع العمليات، تدخل الدفاع وضربه خطا لفائده فريق شباب العرب. الحكم كيعطي انذار شفوي للاعب رقم خمسه من فريق أزرو. شباب الكرة عند شباب العرائش، كرة طويلة تمشي طويلة. فريق شباب العرائش سجل الهدف ولكن حكم الصور عنده حكم الان على حالة تسلل. حكم الان حكم الشرط علينا على تسلل. في اش هذه محمد؟ مركز الفريق كانوا فيديو ما فيها شيء. لأن هدف صحيح كما يقولوا الآن هنا، ولكن كيبقى قرار ديال حكم المقابلة هو القرار الأصل. لأن الآن الشباب العرائش مازال ضغط على المقابلة. إذن النتيجة تعادل سلبي، هجمة مضافة لفائدة الشباب العرائش الآن. هجمة من مربع العمليات اللي هي خطيره. تحكيمي يتعرض له شباب العرائش. دانا ضربه خطا بالقرب من مربع العمليات. شباب فريق شباب العرائش يحتاج الان الحكم بعد الغاء ديال الهدف. شباب العرائش الان يحتاج للحكم بعد الغاء الهدف بداعي التسلل. إذن ضربة خطأ خطيرة الآن من قرب مربع
العمليات. هاي مصورة دونا ضربة خطأ خطيرة الآن، احتجاج من طرف الطاقم التقني الآن فريق الشباب العراقي، ضربة خطيرة، ضربة خطأ خطيرة الآن لقائد فريق الشباب العراقي في القرب من مربع العمليات. فيدا تدخل دفاع، بعد ما اصابت لان ضربه جزاء لصالح فريق شباب العرائش الان في الدقائق الاخيره من الشوط الاول. ضربه جزاء واضحه من الدقائق الاخيره. كان الحكم كيعلن على ضربة الجزاء لفائدة فريق شباب العرائش في هذه المقابلة بعد ما حرم فريق شباب العرائش من هدف مستحق. لاعبي فريق نادي أزروك يحاول أنهم يحتجوا على الحكم بعدما أعلن على ضربة جزاء لفائدة فريق شباب العرائش في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. ينفذ عفوا ضربة جزاء لاعب رقم 5 في صفوف شباب العرائش. لأن النتيجة قبل هذه ضربة الجزاء لا زال التعادل السلبي، ولكن شوفوا هذه ضربة الجزاء اللي أعلن عليها حكم المقابلة لاعب رقم 5 أسامة الحارتي. أسامة الحارتي الهدف الوحيد في هذه المقابلة في الدقائق الأخيرة، الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. هذا هو مسجل الهدف الأول أسامة الحارتي. فريق نادي أزرو اللي ضيع صراحة هدف بقرب الكرة الآن عن فريق شباب العرائش اللي حاول أنه يبني هذه الهجمة. إذن هجمة مضادة الآن، تدخل فريق دفاع عفوا نادي شباب العرائش. إذن الحكم يعلن عن نهاية هذا الشوط الأول من المقابلة بهدف للصفر لفائدة فريق شباب العرائش بعد ما سجل فريق شباب العرائش هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة عن طريق ضربة الجزاء.